الشيخ كريم الأستاذ مصطفى إمام صلى الظهر وانتهى من صلاته، فهل له أن يصلي إماما بجماعة أخرى شيخ كريم في نفس المسجد؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه كان الصلاة معاذ والسلام. بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماما، فكان هو يتنفل وهم يصلون خلفه الفرض، والدليل يعني إيه موجود وهو نص في المسألة فيجوز.